يقول: عندنا رجل أوقف أرضا لمسجد جامع، وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئا من هذا الوقف ومنع قسمته على الورثة، وكان أحد أولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية إخوته من ذكور وإناث، وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث، ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء، وبهذا فقد أصبح هذا الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه، رغم حاجة المسجد الموقف له إليه لإصلاحه وتجديد بنائه، فقد أصبح خرابا، فما حكم استفادة هذين الأخوين منه دون بقية إخوانهما وأخواتهما ومع حاجة المسجد إليه؟ إذا كان وقفا على المسجد بأن يصرف ريعه وغلته لصالح المسجد، فإنه لا يجوز لأحد أن يستثمره لنفسه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من غلته شيء يأخذ من غلته شيئا والموصي أو الموقف قد جعلها للمسجد، يجب صرفها لما وقفت عليه. وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد، هذا شيء لا يجوز، وهذا منكر، يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي أو إلى المحكمة التي بجهتكم لتتفاهم مع هؤلاء، أو قيم المسجد إذا كان المسجد له قيم أو إمام، فإنه هو أيضا يطالب بهذا الشيء للمسجد. الحاصل أنه لا يجوز أن يتصرف في غلة هذا الوقف لصالح أقارب الواقف وهو قد نص على أنه للمسجد، فلا بد من مراجعة المحكمة في هذا الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه، إذا كان فيه إثبات وفيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها. نعم.